ليش كل المصورين بيحتاجوا عاكس ضوء مثل هاد؟ بداية حنبلش باللون الذهبي. هلأ الوش الذهبي بنستخدمه لحنا ليعكس الضوء ويعطي لون ذهبي على الوش وبيجي لون أدفى. والوش الأبيض كمان بنستخدمه ليعكس الضوء بس بشكل ناعم وبسيط. بعدين عنا الوش الفضي بنستخدمه ليعكس الضوء شو ما كان مصدر الإضاءة عنا. وكمان في عنا الوش الأسود اللي بيقولوا له نيجاتيف فيل، وهو بيزيد الشادوز وبيعطي تباين وكونتراست للصورة أكثر. وفي عنا جوات الريفلكتر ديفيوزر. ديفيوزر بنستخدمه لينعم الضوء، هو عمله مثل عمل السوفت بوكس. وأهم نصيحة أنه لازم توجهوا عاكس الضوء أو الريفلكتر اللي معكم بعكس الضوء مشان الضوء يعكس على الشيء اللي بدنا نصوره. وبالنهاية إذا حابين تأخذوا دروس أكثر عن التصوير لا تنسوا تتابعوني.